السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يجزاك خير. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا سب الدين كفر، في العلماء قالوا كفر، ويعني لازم يترك الشهادتين ويستبدل، صح كده؟ نعم، سب الدين كفر. نعم يا شيخ. طب اغلب الشباب يعني ربنا يعافينا بيسبوا الدين، لكن طبعا يعني بيصلوا وان كانوا على جنابه. بين لهم ان هذا الكفر وعليهم ان يتوبوا. بارك الله فيكم.